من حي لليهود بفلسطين إلى عصب الحياة والقلب النابض لإسرائيل، المدينة القائمة على أنقاض يافا شتتهم الأتراك وطردوهم منها، فعادوا ليشيدوا وطنهم القومي اليهودي ويتوسعوا على حساب دمار أكثر من 7 أحياء فلسطينية. فما الذي تخفيه تل أبيب تحت بنيانها؟ وكم هوية وحقا طمسته لتقف بهذا الشموخ؟ عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. على أنقاض يافا، إن التاريخ قادر على قلب الموازين بلمح البصر وعلى دمار مدينة تقوم أخرى على ركامها. المدينة التي قامت على أنقاض يافا بعد أن كانت حيا صغيرا لليهود توسعت لتكون عاصمة للاحتلال، ولأن قصص غالبية المدن يرسمها تاريخ من الحروب وآلاف الحكايا والشخصيات تحبك خيوطها النكبات والتهجير. إليكم قصة تل أبيب وما وراءها من قصص الفلسطينيين المنسية. أحوزات بايت، هكذا كان اسم تل أبيب في 1909، أي بعد فترة العهد العثماني. حي سكني يأوي به اليهود شمال يافا. وفي 1910 تم تغيير الاسم إلى ما هو عليه الآن، والتخلي عن الأول الذي يعود إلى النقابة التي بنت الحي. شخصين فقط ارتبط اسمهما ببناء تل أبيب الأول، وهما المعماري عقيفة أرييه فايز، والثاني هو مائير ديزانغوف، وهو نفسه مؤسس شركة شؤولا التي كانت هدفها شراء الأراضي من الفلسطينيين حينها. وبعد أن كان حيا متكونا من بعض الشوارع وستون بيتا ومدرسة، وكانت تلك أول مدرسة عبرية بفلسطين، وبفضل مؤسس الحي الذي كان أصلهم من المهجرين القادمين من طبقات اجتماعية عليا، تحولت شوارع الحي لتصبح أكثر وسعاً وذو ضاحية من الحدائق ذات الطراز الأوروبي. كما طوروا من بنيته التحتية وخدماته الحضرية، وصل عدد البيوت إلى حدود الحرب العالمية الأولى إلى 140 بيتاً، ومنعت السلطات التركية آنذاك أي عمليات بناء إضافية للمنازل، حتى إنهم قاموا بطرد جل سكان تل أبيب ويهودي يافا بتهمة تعاطفهم مع الجيش البريطاني المعادي للعثمانيين. ولكن وفي فترة الانتداب البريطاني واستيلائهم على يافا، تم السماح لليهود في 1917 بالعودة إلى المدينة وحيهم، الأمر الذي فتح باب الازدهار والنمو الواسع لتل أبيب في أوائل العشرينات، وتدفقت موجات الهجرة اليهودية لتزيد بشكل ملفت النمو السكاني. بالتزامن مع ذلك ظهرت طفرات في البناء، ارتبطت أساساً بقدوم مهاجرين منحدرين من طبقات متوسطة من بولندا وألمانيا وأصحاب رؤوس المال الأثرياء، وصارت تل أبيب فيما بعد مدينة التناقض بامتياز، فتجد بجانب المباني الفخمة أكواخاً وخياماً قطن بها الآلاف من يهود يافا المطرودين منها، وغالبيتهم كانوا من الفقراء والعمال العاديين الذين لا يستطيعون شراء أو بناء بيوت على شاكلة بيوت الحي. وفي نفس العام أعلنت بريطانيا ورسمياً تل أبيب بلدة عوض أن تكون مجرد حي، ونقلت إليها الشركات اليهودية وجذبت عدداً كبيراً من المهاجرين اليهود باعتبارها أول منطقة حضارية في فلسطين يديرها اليهود في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين. وتحولت تل أبيب إلى مركز اليهود الاقتصادي والثقافي وكذلك السياسي والعسكري. رسمت حدود البلدة لتشمل غالبية المنطقة من تل أبيب والأحياء اليهودية المجاورة، وأيضاً 60 أسرة عربية تم ضمها قسراً إلى البلدة اليهودية. ومع اشتداد الحرب الفلسطينية الإسرائيلية تضاعفت أعداد اليهود وفاق السكان الأصليين بيافا، لتتحول تل أبيب إلى مدينة عمدتها هو مؤسسها الأول مائير ديزانغوف. وزاد عدد المهاجرين عام 1936
بتأثير موجة الهجرة الكبيرة لليهود الألمانيين، فصاروا 120 ألفاً لتصبح بذلك أكبر مدينة في فلسطين. وفصل الطرفين حتى تم ما بين 1936 و 1939 إقامة إضراب عام انجر عنه إنشاء ميناء صغير منفصل بتل أبيب. ولأن القرارات الأممية دائماً ما كانت خارج مصلحة الفلسطينيين، تم في 1947 تقسيم الأراضي المحتلة مع التشديد على بقاء يافا عربية داخل المنطقة اليهودية، إلا أنه لم يتم مراعاة هذا البند من قبل الاحتلال، وشهد التاريخ هجوم عصابات الهاغانا الذي خلف مآسي إنسانية للأهالي العرب، وتهجيرا واسعا لأكثر من 100,000 فلسطيني من يافا. وسيطرت العصابات اليهودية من الهاغانا والإيرغون على يافا قبل 48 ساعة فقط من أعلان قيام دولة الاحتلال. وتواصل توسع تل أبيب على حساب أراضي يافا حتى باتت هذه الأخيرة مجرد جزء صغير مهمش داخل تل أبيب. ولم يتوقف التوسع إلى حدود يافا، بل تواصل ليشمل 7 قرى فلسطينية أخرى شهد سكانها تهجيرا واسع النطاق، ودمرت مساكنهم وجميع أثار تواجدهم في 1948، وأقيمت مكانها مبان سكنية وتجارية جديدة ذات طابع يهودي طمس الطابع العربي تماما. ثم وفي الخمسينيات تم ضم أراضي شمال نهر العوجة، وجمعت القلة القليلة من الفلسطينيين هناك في مدن مختلطة وأماكن محددة أطلق عليها اسم الغيتوهات. وفي ظل هذا المشهد المأساوي الذي يحمل كل ملامح طمس الهوية، بقيت هناك نقطة ضوء خافتة وجزء صغير جدا من يافا لم تصل له أيادي إسرائيل لتشويه معالمه، وهو حي العجمي في الجنوب المحتل الذي يأوي 4,000 فلسطيني. دلالات تسمية تل أبيب. تختلف الروايات حول أصل تسمية تل أبيب بهذا الاسم، فمن الروايات من يعود إلى ثيودور هرتزل وروايته الخيالية الألمانية آت نويلاند وترجمتها الأرض القديمة الجديدة، ولأنها تحدثت في جزء منها عن الهجرة اليهودية وحلم الدولة فقد ترجمت إلى العبرية وترجم معها العنوان إلى تل أبيب. ووردت هذه العبارة مرة واحدة فقط في العهد القديم في سفر حزقيال ونصه: ثم أقبلت على المسبيين القاطنين إلى جوار نهر خابورة عند تل أبيب، فأقمت هناك حيث يسكنون متحيرا 7 أيام، علما وأنه إلى اليوم لم يتم العثور على موقع نهر خابورة. فتم تبرير ذلك بأنه المراد من النص هو مستوطنة في بابل سكنها اليهود المنفيون هناك. وفي رواية أخرى يقال أن تل أبيب هي تحريف تل الربيع، وهي المدينة الفلسطينية التي أقيمت مكانها تل أبيب، وهو ما أثار الجدل التاريخي حول عدم وجود هذه المدينة الفلسطينية، وإنما هي مدينة يافا وليس أي مدينة أخرى. نمو تل أبيب الاقتصادي. على أنقاض مدينة يافا وعندما كانت فلسطين تعاني تحت وطأة الحرب، كانت تل أبيب ترفع منشآتها وتبني مصانعها ومراكزها التجارية على الطراز الغربي، بل وباتت هي مركز الحركة الصناعية لفلسطين وبؤرة المجالات الحيوية للوطن القومي لليهود. وساعد على نموها هذا تدفق مهاجر الاتحاد السوفيتي والعمال الأجانب الذين ساعدوا في تجديد المناطق القديمة وتحول المدينة في التسعينيات إلى نقطة جذب للمستثمرين، وبوابة دخولهم للاقتصاد الإسرائيلي في التسعينات. بينما في الجهة الأخرى تتعمق معاناة الأحياء العربية وانعدام تام للخطط التطويرية وحلول للضائقة السكنية. المرحلة المتقدمة التي وصلتها تل أبيب جعلت إسرائيل تحيطها بحماية ترفض هدم ما شيدوه في الوقت الذي كانت فيه عرضة لوابل من الهجمات العنيفة، أشهرها صواريخ العراق في حرب الخليج لعام 1991،
وكذلك هجمات قطاع غزة، إضافة إلى عدد كبير من العمليات الفدائية التي تلت انهيار عمليات السلام المتعلقة باتفاقية أوسلو. ولأننا نعيش في عالم التناقضات، فإنه وبالرغم من هذا التاريخ الزائف القائم على أنقاض وطن عربي فلسطيني، أعطت اليونسكو تل أبيب هدية الاعتراف بها كموقع للتراث العالمي في 2003، نظراً لما رأته فيها من مميزات معمارية، وكونها مثالاً لأحدث اتجاهات الحداثة المعمارية الأوروبية، وتميزها المعماري جعل البعض يلقبها بالمدينة البيضاء. ولا نعلم إن كان الاسم قد أخذ بعين الاعتبار الأساليب التي تم انتهاجها لقيام هذه المدينة أم لا. اليوم تبلغ مساحة تل أبيب 52 كيلومتر مربع، ممتدة على السهل الساحلي المركزي لفلسطين المحتلة، وعلى طول حوالي 15 كيلومترا من الشاطئ، وهي ثاني أكبر المدن بالنسبة لإسرائيل بعد القدس المحتلة. ولأنها العصب الاقتصادي لإسرائيل، فسنجد أنها تهيمن على أكثر من سدس الوظائف في البلاد، كما تقام عليها ثلاثة متاحف كبرى تعنى كلها بالترويج لروايات الإسرائيليين التاريخية، منها متحف أرض إسرائيل الخاص بالآثار اليهودية، ومتحف تل أبيب، ومتحف الشتات الخاص بالشعب اليهودي المشتت. هذه هي قصة تل أبيب، المدينة القائمة على أنقاض يافا الفلسطينية، والنموذج المصغر لحكاية فلسطين المحتلة التي رقصت على أوجاعها جيوش الاحتلال وشيدت على ركامها شموخها الزائف.